اللايت كارنت سيستمز او انظمه التيار الخفيف. هنتكلم عن اللي هو استعمل اللايت كارنت سيستم انواعه، ونتكلم عن نوع واحد منه اللي هو السي سي تي في سيستم. اللايت كارنت سيستم اللي هو سمى اساسا بانظمه التيار الخفيف لانه بيشتغل عند 12 فولت او 24 فولت، ده يعتبر فولت قليل، عند 1 امبير و 2 امبير يعتبر تيار قليل بالنسبه للباور الكبيره زي المواتير ممكن تشتغل عند 220 فولت او 380 فولت مع ارقام امبيرات كبيره ممكن توصل ل 300 امبير. انواع بقى انظمه التيار الخفيف، عندنا اول حاجه سي سي تي في سيستم، ودي انظمه كاميرات المراقبه. الفاير الارم ده انظمه انذار الحريق. في فرق بين الفاير الارم والفاير فايند والفاير فايتنج، لازم نفرق بيناتهم. الفاير الارم اللي هو انذار الحريق، والفاير فايتنج ازاي نطفي الحريق اساسا، وده بيبقى مخصص لمهندسين ميكانيكا. الاكسس كنترول ده نظام دخول الابواب في الشركات الكبيرة، مثلا بيبقى عاطين لكل مثلا كل موظف كارت دخول الأبواب دي عشان يقدر يفتح له، أو في البنوك في غرف معينة مش أي حد ممكن يدخلها زي الخزنة، باب بيفتح عن طريق بصمة إيد أو عن طريق الكارت أو بصمة وجه أيا كان، أيا كانت البصمة. زي ما عندنا بيبقى في كنترول بانر رئيسية، ويبقى في كمان كنترول بانر عند كل باب. بيبدأ الشخص يحط البصمة اللي هو معمول بيها الباب، بتدي الكنترول بانل إشارة، كنترول بانل بتدي الكنترول بانل الرئيسية، ومنها تدي للكمبيوتر. ساعتها الكمبيوتر الجهاز يبدأ يقرر إذا كان يفتح الباب للشخص ده ولا لأ. طبعا لازم يكون في زرار داخل الغرفة عشان يقدر اللي جوه يفتح الباب ويطلع من الغرفة نفسها. عندنا بعد كده الساوند سيستم، نظام الصوت عامة. عامة بيبقى فيه مايك وميكسر وفيه أمبليفاير والسماعات اللي يخرج منها الصوت. تليفون سيستم ده نظام التليفون في الشركات الكبيرة، بيبقى فيه على كل مكتب تليفون عشان يقدر يتواصل مع المكاتب التانية. الداتا نتورك ده بيبقى فيه عندها راوتر رئيسي يبدأ يوزع النت على رواتر تانية في الرعاية. ممكن نحط بقى كل راوتر في قاعة كبيرة مثلا أو مكتب، أو منه يوزع للأجهزة اللي موجودة في المكان ده. بعدين عندنا السكيورتي سيستم، ده في المنازل الكبيرة أو في السمارت هاوس بيبقى فيه كنترول بانر رئيسية متوصلة بيها سنسورات كتيرة، مثلا سنسور يديتكت لو كان الإزاز اتكسر ولا حاجة، ومن يبدأ يوصل للكنترول بانل. الكنترول بانل يبدأ يشغل الإنذار في البيت كله عشان أهل البيت يعرف. السي سي تي في سيستم أو فيديو سيرفيلانس ده أنظمة المراقبة. سي سي تي في تي سي في دي اختصار لكلمة كلوز سيركت تلفزيون، ده احنا بنستخدم الكاميرا عشان تنقل او توصل السيجنال اللي هي بتشوفها، الصوره اللي بتحولها لسيجنال وده تعرضها على الشاشه. ابسط دايره تي في سي سي تي في سيستم انك بتجيب كاميرا، من الكاميرا بقى فيها كابلين، كابل للباور وكابل تاني زي كوكسيال كيبل اللي هو زي الدش مثلا، الكابل بتاع الدش، وانا توصل الكابل ده بالتلفزيون مباشره او بالريسيفر، وانا تبدا تعرض الصوره الاثنين اللي بتشوفها على الكاميرا على الشاشه بتاع التلفزيون على طول. استخدم لاول مره كان في المانيا عن طريق شركه سيمنز لتصوير اطلاق صاروخ فيتو. بعد كده استخدم تجاريا في اليو اس عام 1949. طيب انواع بس سي سي تي في سيستم، عندنا الانالوج سيستم. الانالوج سيستم من الكاميرا بتنقل الاشارات انالوج في الكوكسيال كيبل، بترجعها للشاشه اذا كانت تعرضها، او لو في جهاز تسجيل ريكوردر بيبدا يسجل الحاجات اللي بتشوفها الكاميرا. زمان كانوا بيسجلوا على ال VH tapes اللي هو ال Video Home System، دي اللي هي الشرايط بتاع الفيديو القديمة أيام ما كانوا بيستخدموا حاجة اسمها سويتش. أما دلوقتي بيستخدموا ال DVR، ده بيقدر يخزن على الهارد زي بتاع الكمبيوتر أو على USB أو على كارت ميموري. فكده ال CCTV System بيعتمد إذا كان أنالوج في طريقة في نوع الكاميرا والكابل اللي بيوصل من الكاميرا للترانسميشن. اما طريقه التخزين فدلوقتي كله بيستخدم الدي في ار، الدي في ار بيبقى كده بيستخدم بيبقى ديجيتال ريكوردر عشان بيخزن على هارد او على يو اس بي. دي شكل الانالوج كاميراز. النوع التاني اللي هو الاي بي كاميرا، ده بيستخدم بيبقى فيها كابل للنت زي كده، ما فيهاش كابل للباور، هو كله كابل نت زي كده بياخد منها الباور، بتوصل لازم يتوصل عن طريق كمبيوتر او مودم او سويتش. بيبقى ليها اي بي زي اي جهاز بيتوصل بالنت، تقدر تدخل انت من على الكمبيوتر على الاي بي بتاعها وتشوف اللي هي بتشوفه. كده النوعين بتاع الانالوج والاي بي كاميرات. مكونات بقى انظمه المراقبه،
كاميرات المراقبة عامة. المكون الرئيسي طبعا اللي هي الكاميرا اللي بتبدأ تشوف الصورة اللي انت عايزها، بقى في جهاز تحكم اللي هو الDVR ده اللي بيعمل ريكورد اللي بتشوفه الكاميرا على هارد او USB زي ما انت عايز، متوصل بمونيتور بتعرض لك الحاجات اللي بتشوفها، ممكن توصل سويتش تتوصل بيه كمبيوتر تشوف على الكمبيوتر، او مودم، المودم يوصل لك نت ويبدأ يشوف، ممكن توصل بيه بقى من المودم ده توصل كاميرات وايرلس، او ممكن كمان تعرض الحاجات دي على الكمبيوتر او موبايل. اول مكون عندنا اللي هو الكاميرا. نظرية عمل الكاميرات عامة كل واحد ان الضوء بيسقط او بينعكس من على اي بينعكس على الحاجة اللي عايزة تصور، فده يسقط على العدسة بتاع الكاميرا، العدسة بداخل الكاميرا يبدأ تتكون صورة للضوء اللي انعكس ده على الشخص او الشيء اللي هو انعكس عليه، ومن خلاله بيبقى فيه سنسور جوه بيبدأ يحول الضوء المنعكس دي لإشارات كهربية بتمشي في الأسلاك بيتم عرضها على المونيتور. أهو الضوء بيدخل منها على العدسة، بيبقى فيه اللي هو السنسور بلاد ده بيبدأ بيحول الإشارة الكهربية تتعرض على الشاشة. ده الصورة للعدسات، يعتبر أهم جزء فيها العدسات عشان هو اللي بيستقبل الضوء الساقط. في حاجة في العدسات اسمها ايريش، ده مثلا زي مثلا عين الانسان، اول ما بتصحى من النوم بتبدأ تفتح عينيك، لو في ضوء كبير او في ضوء جامد داخل على عينك بتبدأ انت تقفل عينيك عشان عينيك مش هتقدر تستحمل كمية الضوء اللي داخل على عينك. كذلك هو الايريش فهو بيتحكم في نسبة الضوء اللي داخل على العدسة عشان جودة الصورة، في منها مانوال في منها اوتوماتيك. اهو الفتحة مثلا لو في ضوء قليل ضوء كتير جدا العدسة الفتحة بتبقى صغيرة مثلا في الضوء، كذلك لو في ضوء قليل خالص بيبدأ فتحة اللينز بتبقى كبيرة جدا عشان يبدأ يشوف التفاصيل عشان الضوء مش مساعده. عندنا تاني حاجة برضو اللي هو الفوكال لينت أو البعد البؤري، ده بيقاس بالمليمتر. كل ما كان البعد البؤري كبير كل ما تقدر تعمل زوم جامد. بعد البعد البؤري مثلا الإنسان بيبقى 50 مليمتر، هو ده الأقصى حاجة بيقدر يشوفها الإنسان، فأنت تقدر تتحكم في البعد البؤري ده عن طريق نوع العدسات اللي عندك. كل ما كان كبير طبعا كل ما كان أفضل بس أغلى. أنواع بقى الكاميرات عامة، هو في أنواع كتير من الكاميرات، احنا هنقول مثلا 5 أنواع ولا حاجة. البولت تايب كاميرات ده بيستخدم في الأوتدورز مثلا في على السور بتاع الشركة أو السور بتاع أي مكان، إنه بيقدر يشوف الأماكن بإيده، أو بيبقى التصوير الطولي له بيبقى كبير. دي صور دي النوع التاني. عندنا دوم كاميرا، وده بيستخدم أغلبية في الإندور في الأماكن اللي هي المغلقة في الغرف أو في الأماكن دي، بتتميز إن حجمها صغير متبقاش باينة، ودي بنشوفها كتير في المحلات. سي ماونت كاميرا، دي بتتميز إنك تقدر تركب لها لينزز خارجية تزود الزوم بتاعها، هو أساسا بتبقى جايب قدرة زوم عالية، أو ممكن تركب لها لينزز خارجية عدسات خارجية. دي بتستخدم غالبا في الملاعب او في الاماكن اللي انت بتحتاج فيها تعمل زوم جامد. دي صور اللي تقدر تستخدم لينس الكاريكيا. الدي نايت كاميرا ده ميزتها انها بتشتغل بالليل، وممكن تشتغل بالنهار بنفس الكفاءة، لان بيبقى فيها زي ليدات كده بتبدأ تنور على حسب كمية الضوء الموجودة. لو مثلا بالليل يبدأ يشغل الليدات كلها، لو في نور شوية بيشغل فيها من الليدات. ناس كمان انك ممكن تركب لها الليدات الحمراء اللي هي أشعة بتستخدمها زي الأشعة تحت الحمراء في التصوير الليلي، وده الصورة ليها هي الليدات. البي تي زد كاميرا البان أو تايلت والزوم، دي ميزتها انك تقدر ان الكاميرا دي بتقدر تتحرك فوق وتحت يمين وشمال، ممكن تلف 360 درجة، وكمان ممكن تعمل زوم، ودي أفضل أنواع الكاميرات يعني معظم اللي بيستخدمها دي أشكالها. نيجي الكومبوننت التاني معانا بعد الكاميرا اللي هو الDVR أو الجهاز اللي بيستقبل
الإشارات اللي جاية من الكاميرا ويبدأ يسجلها عنده. ده دي فار اختصار لديجيتال فيديو ريكوردر، ممكن يسجلها ممكن ويعرضها كمان على المونيتور. ممكن يسجل السيجنالز اللي جاية عنده ده على USB أو ميموري كارد أو هارد بأشكال DVR. بيبقى جاي بديفولت معين، مثلا انه يستقبل 4 كاميرات او 8 او 16 حسب عدد الكاميرات اللي عندك، ياخد باور 12 فولت او 24 فولت على حسب الDVR اللي انت جايبه. بيبقى فيه مخارج ومخارج ومداخل كتيرة، اللي هو مثلا الفيجا اللي استخدم شاشة فيجا، ما في مثلا اوتبوت للاوديو لو عندك الكاميرا تدعم التسجيل الصوتي، بس غالبا دي مش موجودة لانك اساسا بيبقى جايب انت بتبقى جايب الكاميرات دي للحراسة، مش محتاج الصوت في حاجة، ده مش جايبها للترصد يعني ولا حاجة. وغالبا أساسا الصوت في الأماكن اللي زي كده مبيبقاش مفهومة، لأن بتحط في أماكن بعيدة الصوت مبيبقاش واضح فيها. بس هو بيبقى فيه input وoutput للأوديو، وفي كمان مدخل لان لو انت هتوصل للراوتر ولا حاجة وبتبدأ توزع وايرلس عشان تشوف الكاميرات على الكمبيوتر. هو ده الـ DVR. بعد كده عندك الترانسميشن ما بين الكلام ده كله، في كوكس كيبل. كوكس كيبل او ده اللي هو زي الكاب بتاع الديش، او ممكن عن طريق الفون كيبل، كابل التليفون او الفايبر اوبتيك كيبل وكابل فايبر، او عن طريق الوايرلس سيستمز لو جايب راوتر وتقدر توزع على اي حاجه يعني. بعد كده عندك المونيتورز اللي بتبدأ تعرض الحاجات اللي جايه على الكاميرا عليها، وده اخر كومبوننت فيهم. انت